السادة الزملاء، الوضع الذي نواجهه في أوروبا وضع خطير وملح. والمخاطر بالنسبة لأوكرانيا ودول أعضاء في الأمم المتحدة هائلة. أفعال روسيا لا تحترم الميثاق، وهي تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. بعد الحرب العالمية الثانية أنشئ المجلس لمعالجة هذا النوع من التهديد، التهديد الذي تواجهه أوكرانيا، كما ينص المادة 39. مجلس الأمن هو الذي يحدد وجود أي تهديد للسلم والأمن الدوليين. إذن مسؤوليتنا لا تكمن فقط في معالجة النزاعات بعد نشوبها، بل علينا كذلك أن نمنع نشوب النزاعات. لذلك يكتسي اجتماع اليوم أهمية قصوى. عدوان روسيا اليوم لا يهدد فقط أوكرانيا، بل يهدد أوروبا كذلك، يهدد النظام العالمي، ومجلس الأمن مكلف بالحفاظ على هذا النظام. لا يمكن لأي دولة أن تعيد ترسيم حدود دولة أخرى بالقوة، أو تجبر شعب دولة أن يعيش تحت حكومة لم يختارها. نأمل أن تختار روسيا مسار الدبلوماسية وتقوم بتغليبها على مسار النزاع في أوكرانيا، ولكن لا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي. على مجلس الأمن أن يعالج المخاطر المتأتية من سلوك روسيا. أولاً علينا أن نوضح الحقائق. لقد حشدت روسيا قوة عسكرية تصل إلى 100,000 جندي على طول حدودها مع أوكرانيا، وهذه قوات قتالية وقوات خاصة مستعدة للقيام بأفعال هجومية ضد أوكرانيا. هذا هو أكبر حشد للقوات في أوروبا منذ عقود، أكبر حشد، أكرر، أكبر حشد. وروسيا لا تزال تنشر مزيدا من القوات والأسلحة في هذه المنطقة. لقد استخدمت روسيا 2000 مركبة لنقل القوات والأعتدة إلى الحدود الأوكرانية، ونقلت 5,000 جندي إلى بيلاروس مع صواريخ قصيرة المدى وأسلحة مضادة للطائرات. ونعتقد أن روسيا تعتزم نشر 30,000 من قواتها إلى بيلاروسيا على الحدود الأوكرانية. إضافة إلى الأنشطة العسكرية، شهدنا زيادة في الهجمات السيبرانية على أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية. الاستخبارات العسكرية الروسية تنشر معلومات مغلوطة من خلال وسائل الإعلام ووسائل أخرى، ويتم تصوير أوروبا ودول الغرب على أنها دول عدوة لتضليل العالم. أفعال روسيا على الحدود مقترنة بخطابات عدوانية ومطالبات. هذا التصعيد ونمط شاهدناه من روسيا بشكل متكرر. في 2014 غزت روسيا بشكل غير قانوني شبه جزيرة القطب واستولت عليها. في 2008 غزت جورجيا. القوات الروسية ترفض حاليا مغادرة مولدوفا، بالرغم من أن الشعب مولدوفا يرغب بذلك والحكومة المنتخبة ديمقراطيا ترغب بذلك. وفي إقليم دونباس الأوكراني، الانفصاليون بدعم روسي يقومون بأعمال عنف ضد الشعب الأوكراني. ومؤخرا هددت روسيا باتخاذ خطوات عسكرية إذا لم يتم تلبية مطالبها. إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن يتمكن أحد من أن يزعم أننا لم نتوقع ذلك، وتداعيات ستكون وخيمة، وهذا هو سبب انعقاد هذا الاجتماع المهم اليوم. الحرب الروسية في شرق أوكرانيا قد أودت بحالات 13,000 من الأوكرانيين، 3 مليون من الأوكرانيين ومنهم المسنون والأطفال يحتاجون إلى المأوى والمساعدة المنقذة للحياة. الوضع مزرٍ، ولكنه
لن يضاهي التداعيات الإنسانية لعدوان واسع النطاق الذي تخطط له روسيا الآن. على مر الأعوام قادة روسيا زعموا أن أوكرانيا ليست دولة حقيقية وشككوا في حقها في تقرير المصير. دعونا نكون واضحين، أوكرانيا دولة عضو في الأمم المتحدة، احتفلت مؤخرا بالذكرى 30 على استقلالها، شعبها شعب فخور، ثقافتها غنية، أوكرانيا دولة سيدة، شعبها سيد، له الحق في تحديد مصيره من دون تهديد السلاح. هذه ليست قناعة، قناعة الأوكرانيين، هذا هو حق منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.